هسه راح نبلش ناخذ اول مثال عن الستار ستار كونكتد. اكزامبل 1، هسه الصيغه لازم شوي نسيطر عليها حتى نعرف من اجي احل السؤال شلون اتعامل وياه وشنو اللي افهمه من المنطوق. السؤال: calculate the line currents in 3 wire star star system. أنا حتى أوجد ال current ال line current يعني أحتاج أوجد ال IA وال IB وال IC، تمام؟ زين، هسه أنا أجي أباوع الشكل مالتي، شنو المعلومات المتوفرة بي؟ عندي مصادر، قيمة المصدر 110، هذا ال AN، لأن بين الـ A والمفروض نيوترال، فهذا الـ VAN هو قيمته 110 بزاوية صفر، واللي بعده 110 بزاوية سالب 120، واللي بعده 110 بزاوية سالب 240، ماخذ الـ positive sequence اللي هو ABC. عندي طبعا طريقة ربط الحمل هو ستار لهاي الواير المقلوبة، عفوا المصدر. بالنسبة للحمل قيمته هنا على A 10 زائد جي 8، وهنا 10 زائد جي 8، وهنا 10 زائد جي 8 على A، وال B وال C هو نفسه، وطريقة ربطه أيضا عبارة عن شنو؟ عبارة عن Y، تمام؟ فهنا نوع المصدر هو زد Y متساوي بالانس، المصدر متساوي متوازن والحمل متوازن. شنو اللي موجود عندي؟ موجود عندي زد اسمه هذه، راح تكون قيمتها شقيت 5 ناقص زي 2، وهي طبعا نفس كل اللاينات. زت واي هنا ما راح تساوي لي زت ال كابيتال، بس لا، عندي زت حمل لازم اخذها بنظر الاعتبار. احنا قلنا معلومة انه اني بما انه المصدر بحالة توازن والحمل بحالة توازن، اني اقدر اسوي كوفلنت سيركت تتكون لي من في اي ان وزت واي، وبوجود مع مرور تيار قيمته اي اي. زين، الـ IA هنا القانون مالتها الأساسي قلنا هي فولتية الفيز AN على ZY، هاي حسب القانون. زين، الـ ZY شلون راح أحسبها؟ أقول الـ ZY راح تساوي لي Z line اللي هي Z small مضاف إلها Z capital، ناتج الإضافة هي طلعت لي 15 زائد J 6، وهذه قيمة ZY، تمام؟ ضفنا العدد الحقيقي للحقيقي والتخيلي للتخيلي فنجت هاي القيمة. بعدين حولنا صيغة الريكتانجولر إلى صيغة بولار. زين، الـ IA هسه أقدر أطلعها، الـ VAN موجودة اللي هي 110 بزاوية صفر، والـZ star حسبناها اللي هي نتيجة الـZ line مضاف إلها الـZ load، فراح أقدر بسهولة أحسب تيار الكرنت اللي هو الـ line current اللي هو الـ IA، اللي هو قيمته 110 بالنسبة للـ AN بزاوية صفر، و 16.155 بزاوية 21.8 بالنسبة للزت ستار. قسمنا الأعداد 110 على 16 طلع هذا الناتج، وبالنسبة للزوايا صفر ناقصا 21.8 فصارت سالب 21.8. على أساسها أقدر أطلع الـ IB والـ IC. الـ IB نقول هو نفس الـ IA بس بشيفتنج مقداره سالب 120 درجة، فصارت 6.8، الشيفتنج مالتها صار 120 درجة عن الـ IA، زين الـ IA سالب 21.8، نقول سالب 21.8 ناقصاً 120، فصار مجموعهم لأن اثنينهم لهم نفس الإشارة 141.8. الـ IC هو الـ IA بس بشيفتنج مقداره سالب 240 أو موجب 150، فش راح نقول؟ أيضاً نفس مقدار التيار ينزل، نقول سالب 100 سالب 21.8 سالب 240، طلعت لي هذه النتيجة بالنسبة للزاوية والمقدار هو نفسيته. انتهى السؤال هنا.